السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حوار المساء. بعد سلسلة من الاشتباكات التي شهدتها العاصمة التي كان منطلق أحد أطرافها تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع المعيشي، بعد أن اختزل السبب في وجود مجموعات مسلحة تسيطر على مفاصل الدولة بالابتزاز والسطو ولا حل إلا بإبعادها عن المشهد، بعد هذا يأتي استهداف مؤسسة النفط ليثير كثيرا من التساؤل والمخاوف حول أبعاد هذا التفجير ومن يقف وراءه وما هي أجندة القائمين عليه. كل هذا مع عجز رئاسي وتدخل للبعثة الأممية لم يحقق المرجو منه، والذي يدفع ثمن ذلك هو المواطن الذي باتت معاناته تزداد وتتفاقم. حول الأحداث المتلاحقة التي تشهد العاصمة سيكون موضوع حلقتنا من حوار المساء، فكونوا معنا بعد متابعة هذا التقرير. لم تمض ساعات على لقاء الزاوية وما تضمنه من وعود بالتهدئة بعد اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس خلفت عديد القتلى والجرحى وأضرارا بالمباني والممتلكات، حتى استيقظت عروس البحر اليوم على تفجير استهدف المؤسسة الوطنية للنفط أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، حسب تصريح مسؤولة الإعلام بوزارة الصحة وداد بن نيران. في الوقت الذي صرح عبد السلام عاشور وزير الداخلية المفوض بالحكومة المقترحة أن المعلومات الأولية تفيد بأن عدد المهاجمين هم ستة من ذوي البشرة السمراء واحتجزوا مجموعة من الرهائن، يأتي هذا التفجير ليثير كثيرا من التساؤلات وردود الأفعال على المستوى المحلي والدولي. فاللواء السابع وبحسب بيان صادر منه حمل المسؤولية لما أسماه بالميليشيات الغير قادرة على حماية الدولة رغم الابتزاز والدعم الذي تتلقاه من الحكومة. البعثة الأممية اكتفت كالعادة ببيان استنكار لما حدث، واصفة العمل بالإرهابي الجبان، وشددت في تغريدات لها على تويتر على ضرورة عدم المساس بمؤسسة النفط التي تمثل مصدر قوت للليبيين، داعية لوقف ما وصفتها بالتناحرات الجانبية العقيمة والعمل مع المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب واستئصاله من البلاد. هذا التفجير أثار كثيرا من التحفظات من قبل بعض المراقبين للمشهد السياسي حول عدم جدوى مساعي وقف إطلاق النار إذا ما أضيف هذا الاعتداء إلى قائمة الإخفاقات التي تعاني منها الحكومة المقترحة التابعة للرئاسي، مع إصرار اللواء السابع بعدم مغادرة العاصمة ما لم توضع ضمانات في تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية بالعموم للمواطن الذي باتت معاناته تزداد وتتفاقم وشكواه لا تجد آذانا صاغية، عدا محاولات من قبل جهات تعتبر غير مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تحسن الوضع كلجنة الأزمة التابعة للرئاسي المقترح الذي صرح القائمون عليها بتحسن في سعر رغيف الخبز الذي سيصبح بما يعادل دينارا لكل خمسة أرغفة. فهل تكلفة الحرب التي شهدتها العاصمة الأيام الماضية من أجل تعديل ثمن رغيف واحد؟ مرحبا أيها الأفاضل، إذا موضوع الحلقة هي طرابلس والأحداث الغامضة. معي لمناقشة والحديث عن هذا الموضوع هنا في الاستوديو العقيد عادل عبد الكريم الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عقيد عادل، وأهلا وسهلا. ومعي عبر سكايب الدكتور عبد القادر جنين المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور عبد القادر. مرحبتين، كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك عقيد عادل. لو بدأت معك، شاهد الجميع الأحداث التي مرت بها العاصمة طرابلس الأيام الماضية، هل تعتقد أن هجوم الأمس على مؤسسة الوطنية للنفط علاقة بهذه الأحداث؟ تحية طيبة لك دكتور، ونشكر قناة التناصح هذه الاستضافة، وتحية كذلك لمشاهديكم الكرام. بالتأكيد يعني نستطيع أن نقول عندما تحدث فوضى أمنية في أي منطقة في أي مدينة، بالتأكيد هنالك طرف
أو عدة أطراف أخرى لا تريد الاستقرار تستثمر هذه الفوضى لتحقيق أجندتها، وخاصة نحن نتكلم عن مجموعة الإرهابية مسمى داعش، وهي مجموعة لها أجندة سياسية داخل الأراضي الليبية كما أيضا في باقي الدول العربية. طبعا الخلل الأمني الذي حدث داخل مدينة طرابلس سهل لتحرك هذه الخلايا النائمة، ومع ذلك هذه المجموعة الإرهابية سبق أن نفذت عملية إرهابية سابقا في المفوضية العليا للانتخابات، وكانت الأمور يعني مستقرة من الناحية الأمنية وهنالك تواجد أمني، ولكن حقيقة سوء الأداء الأمني، تردي يعني التمركزات الأمنية في عدم إدارتها من قبل قيادات محترفة يعني تستطيع أن تحدد مراكز الارتكاز لعناصر الأمن، كذلك الكاميرات التي هي منتشرة في الكثير من المصالح والدوائر الهامة في طرابلس لا نرى لها أي نتائج ملموسة على الأرض. كان مفترض حقيقة، يعني أنا أتحدث عن مؤسسة ليبية للنفط، أو هذه إدارة هامة بها كاميرات، يوجد بها أفراد حراسة في منطقة محصورة، أيضا بجوارها عدة يعني مباني هامة كالمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، الأمن الداخلي، أيضا الوطنية للنفط وهي بها مهندسين أجانب. هذه يعني هذا الموقع يعتبر أو مفترض به أن يكون مؤمن تأمين كامل، هنالك رقابة صارمة، هنالك يعني حتى رصد للعناصر أو للعربات أو للأشخاص المارون المحاذين لهذه المنطقة، يعني نعم. يعني أي واحد يخطب من هذه المنطقة دي المفروض أن يكون يعني متابع نعم. من قبل هذه الأجهزة نعم. ولكن حقيقة ما حدث في المؤسسة الليبية للنفط أثبت أن هنالك خلل كبير جدا 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 رغم وجود حالة الطوارئ نعم. التي أعلن عنها المجلس الرئاسي، فهذا مؤشر يعني خطير جدا نعم. أن المجلس الرئاسي لا حياة لمن تنادي، أن المجلس الرئاسي أثبت فشله الذي لا يقبل حتى يعني كما يقولوا بالعامية ما عندك كيف ترجع له، صحيح نعم. خلاص انتهت العملية نعم. وسنتين على مدار سنتين لا ملف أمني، لا ملف اقتصادي، لا ملف سياسي، لا ملف حقوقي، لا استقرار البلد على العكس. وسجل إلى الآن عقد عدد من يدافع عنه ويقول بأنه عندك البديل، لا أدري. نعم فعلا والله كلامك صح أنت، يعني كانت الناس تدافع وشن البديل ما شن البديل، لكن حتى جماعة البديل توا غيروا الطرقات، حتى الجماعة اللي كانوا يدافعوا لدرجة كانوا يهاجموا فينا، يعني يقولوا لهم يا جماعة هنالك يعني في خلل كبير في الاتفاق السياسي وفي هذه الأجسام وهذه الشخصيات، لأن أساس إشكالية ليبيا هي هذه الشخصيات نعم. يعني ما احترمنا للبعض منها لعلاقتنا الشخصية بهم، ولكن أنا لا أوجه يعني هجوم للاعتبارات الشخصية أو للشخصيات نفسها، لكن أنا أتحدث عن أداء، عن واقع، يعني عارف لو كان لقيت خطوات إيجابية في عمل، في تحسن في الظروف، في يعني الحفاظ على ما استلمتوه من أوضاع قبلكم من نوع من الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الأمني، الاستقرار السياسي، والله الواحد كان ساعدكم وحاولنا نساعده، ما ننكرش، لأن أنا نشتغل لبلدي، أنا لما بنشتغل نقدم أي مساعدة فهي لهالبلد، يعني صحيح. يعني أخوتي والأقاربي والأهلي والوطني، يعني ما ومع ذلك ما بخلناش، قدمنا قدر المستطاع، ولكن ديما نلقى الحواجز والصدود نعم. وعدم الاستجابة وما فيش بعد نظر، ما فيش يعني شيء يعني غريب، شخصيات نعم. غريبة نعم. فلذلك أنا أقول عليهم الخروج من المشهد، وهذا احتراما لهم ولأنفسهم ولكرامتهم ولمكانتهم نعم. أن يخرجوا حتى لا يعني لا يهينوا أنفسهم أكثر من ذلك نعم. سواء المجلس الرئاسي، البرلمان اللي هو يعتبر يعني كارثة ليبيا. شيء آخر نعم. طيب عقيد عادل ابقى معي. دكتور عبد القادر مرحب بك مرة أخرى. استهداف المؤسسة الوطنية نفط كائنا من كان المستهدف طبعا، لماذا بالذات المؤسسة الوطنية نفط في رأيك؟ السلام عليكم أستاذ فوزي، ومرحبا بك وبالأستاذ عادل وبضيوفكم المتابعين برنامجكم الكرام.
اولا استاذ فوزي لازم نفهم المشهد اللي نحن شن صار يعني الفتره الاخيره. نحن لاحظنا من فتره يعني تعيين نائبه لغسان سلامه ستيفاني ودخولها بقوه على المشهد واجتماعاتها مع عده اطراف سياسيه في المجلس الرئاسي وفي المجلس الاعلى وغياب غسان لمدة أسبوعين وغياب فرنسا على المشهد ويعني دخول إيطاليا وأمريكا بقوة يعني على المشهد وآخر شيء اليوم شفنا زيارة إيطاليا للرجمة فهذا يعني كان يدل على أن في شيء حيتغير يعني في المشهد القادم. الغريب يعني اللي سير هل حدث في طرابلس هل من ضمن تغيير المشهد وتغيير الوجوه اللي سيرة؟ نحن لازم نعترف يا أستاذ فوزي أن العملية اللي صارت في الاتفاق السياسي وتفريغه من قوة فبراير هي اللي سببت الخلل في التوازن يعني في طرابلس وانفراد السراج بالاتفاق السياسي وقرارات الاتفاق السياسي وتمكينه لميليشيات معينة استغلت هذه الميليشيات في إزاحة خصومها من طرابلس وخلينا نكون تحديد يعني خصومها من التيار اللي مؤيد لفبراير ف هذه الميليشيات وتغلغلها في طرابلس يعني انت فكر انا في اعتقد شهر 5 في 2017 عندما انسحبت يعني قوات بادي والصمود من طريق المطار في ذلك التاريخ بالذات يعني انفرد السراج بقرار المسجد الرئاسي ولم يعد يعتبر يعطي اي اعتبار لاي شخص موجود في الاتفاق السياسي في المجلس الرئاسي واصبح يصدر في قراراته منفردا وهذا طبعا يعني على المدى الطويل يعني السراج يعتبر مسؤول قانونيا يعني ممكن كثير من الجرائم والاشياء اللي حدثت في طرابلس يعني من سرقات وتغلل في المال العام والاعتمادات يكون مسؤول عليها هو مسؤوليه مباشره فهذا المشهد يعني وما حدث في طرابلس يعني من تفرد الميليشيات على يعني مؤسسات الدوله والاعتمادات وال يعني مؤسسات حيوية جدا في الدولة هو يعني تسبب في كيف ما نقوله يعني في انزعاج المواطنين واحتقان كبير يعني فيعني هل هجوم اللي صار الأخير على طرابلس هل الأمريكان عاطين فيه الضوء الأخضر ولا هذه لم نعرفها بعد لكن هذا الهجوم على اللي صار على طرابلس يعني مبرر نقدر نقول مبرر مع أن نحن نرفض الحرب في طرابلس رفضا تاما لكن مبرر من الأشياء اللي صارت في طرابلس ومن التجاوزات والاعتمادات اللي صارت في طرابلس وأعتقد أن هذا يعني يمشي في الخطة اللي وضعتها أمريكا اللي هي تغيير المشهد الآن اللي في طرابلس فبش نقوله يعني نحط اللوم يعني على الاتفاق السياسي ولا من وقفه يعني هذا يعني التوجه خاطئ ومنقول أن الوضع قبل الاتفاق السياسي كان أفضل من الآن فهذا أيضا توجه خاطئ لأن الوضع اللي قبل الاتفاق السياسي هو سبب استمرار الوضعية هنا وحتمشي الوضعية من أسوأ إلى أسوأ يعني نحن لو رأينا ربما يعني نخالفك الواحد الكل نعم يعني نعم يعرف بأن عذرني يا سيد عبدالله هو الآن الوضع السياسي كان في ليبيا بالكامل يعني قبل الاتفاق السياسي كان أفضل بكثير يعني لا يعني الآن لا يستطيع الإنسان يغطي كما يقال الشمس بالغربال يعني على كافة المستويات كانت الأمور أحسن حتى على الوضع السياسي الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي كان أفضل بكثير يعني على كل حال ليس موضوعنا الآن أيهما أفضل لكن لماذا استهدفت المؤسسة الوطنية للنفط بالذات يعني هي ليست طرفا يعني في لا في الاتفاق السياسي ولا من قبل هي يفترض فيها أن تكون جهة محايدة حتى المهاجم لما هاجم يعني المفروض أنه كان يبحث عن الجهة التي ربما تكون تابعة لشيء معين ولا يعني ضده لكن هذه المؤسسة الوطنية للنفط ماذا بالذات؟ نعم طبعا أستاذ فوزي الوضع في 2013 أفضل من 2014 و 2014 أفضل من 2015 وهكذا 15 أفضل من 16 هذا تدرج طبيعي للثورة للمؤامرة المضادة ونحن في فقدان القوة متاعنا نحكي عليه فبراير بالتدريج يعني فإن كان أفضل هذه يعني طبعا مش ليس يعني حجة نقدر نعتمد عليها
ولو ما تصححش الوضع حيكون 2019 أسوأ من 2018 وهكذا. نحن ماشيين في الانحدار من 2013. طيب. لكن السبب الآن اللي هو اللي في الهجوم الآن على طرابلس، يعني في الهجوم على مؤسسة النفط بالذات، اللي هو الهدنة. الهدنة اللي دعتها الأمم المتحدة، اللي هي فك الميليشيات وتسليم المقرات، ومنها المقر المطار والسجن وتنفيذ الاتفاق السياسي والترتيبات الأمنية. هذه الهدنة، هذا ما نريد نحن، يعني حتى الناس المعارضين، هذا ما نريد. لكن أزعج الطرف لا يريد عليه، وافق على هذه الدنيا، هذه الهدنة على مضض يعني ومكره. وهذا الطرف واضح جدا جدا، يعني عندما تكلم حفتر على المفوضية العليا للانتخابات، المرهبين هاجموا المفوضية العليا للانتخابات. حفتر تكلم على مؤسسة النفط وتكلم على البنك المركزي. ونرى اليوم طيب. فنحن هناك طرف أخي فوزي لا يريد تسليم مقراتي وتسليم هذه كيف ما نقولوا الميزه الموجود الان موجود عليها في طرابلس، لا يريد ان يفرط في الوضع القائم الان. طيب ابقى معي دكتور عبد القادر. انضم الي ايضا عبر الهاتف الاستاذ علي لافي المحلل السياسي التونسي. مرحبا بك استاذ علي. مرحبا بكل مستمعيكم. اهلا بك استاذ علي. تابعت يعني الهجوم الذي حدث بالامس على المؤسسه الوطنيه للنفط. هو ساكرر لك السؤال الذي طرحته على الدكتور عبد القادر، لكن يعني لماذا المؤسسة بالذات، لكن أيضا الأسبوع الماضي أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا قالت فيه بأن العائدات هذا العام تعتبر الأعلى منذ سنة 2013. هل برأيك الهجوم، يعني هذا البيان كان له علاقة، أو الهجوم له علاقة بما أصدرته المؤسسة من بيان حول ارتفاع عائدات النفط؟ هو يجب التفريق بين انه في عندما ننظر الى حدث معين، ما له مصلحه في هذا الاعتداء، وما هي ترتيبيه الاحداث التي لها علاقه بالمؤسسه الوطنيه للنفط. في نهايه الاسبوع الماضي من الواضح ان هناك محاوله افتكاك عقول النفط والسيطره عليها. المجتمع الدولي وفي القارومة يوم 9 يوليو الماضي أعاد الأمور إلى نصابها وأعاد العقول إلى سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. هناك طيارات إرهابية ومدخلية تريد السيطرة على العاصمة. الأحداث الأخيرة حدت من سيطرتها، وبالتالي هناك إرادة لفسخ أو تعطيل ما يسمى بالخطة باء للمبعوثة لمساعدة المبعوث الأممي. يراد أنها تشهد تعثرات، وبالتالي لا نذهب للعملية السياسية، وبالتالي يقع ذاك المشهد قبل مؤتمر الدولي في نوفمبر القادم الذي يتم الآن الترتيب إليها، ومن المنتظر يعقده بين 10 و22 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. بالتالي هناك أحداث تعتبر أحداث تكتيكية وهناك أحداث استراتيجية. ما يحدث في ليبيا هو أن العالم والدول القوى الدولية تتصارعوا على أغنى ثروات العالم، والوكلاء المحليين أثبتوا منذ 2013 أنهم ضيق الأفق، وبالتالي فهم ينفذون سياسات أذرع إقليمية تابعة للسياسات الدولية. ما يحدث الآن هو محاولة كسب الغنائم الأمنية والعسكرية والاقتصادية في مزيم حديث التي دعم مؤسسة الوطنية للنفط، واستباق نتائج مؤتمر نوفمبر القادم الذي سيضع ليبيا نحو حل على الأقل مرحلي وحل الأزمة السياسية، لأن هناك قوة دولية أصبح يقلقها عدم وجود الحل النهائي. وبالتالي أنا أعتقد أن بعض الفاعلين على غرار المصريين والإماراتيين الذين دائما يريدون التحيل والتحايل على كل الاتفاقات وكل النقاط الدولية، يريدون أن يربكوا المسار السياسي ويدركون ايضا الهدنه التي تم امضاؤها يوم 4 سبتمبر الحالي. هذا هو المشهد، وكل الاحداث التي تتواتر ضمنه هي تفاصيل في مشهد واضح دوليا وواضح اقليميا وواضح محليا. وكلاء اقليميين لاذرع اقليميه تنفذ السياسات الدوليه تريد نهب ثروات الدامس واغنى ثروات العالم، وبالتالي كل الاحداث يجب ان تتمغر. حادثه النفط واعتداء المؤسسه الوطنيه للنفط هي ضرب للمسار وللاستقرار وضرب للثروة الليبية، باعتبار أن ليبيا
ستشهد عودة اقتصادية قوية من خلال ارتفاع أسعار البترول في الأشهر القادمة، وبالتالي ستصبح رقم، حتى أنها قد تعوض عندما يقع استهداف إيران. إذا ما وقع استهداف إيران دوليا سيكون النفط الليبي هو أحد أهم الحلول. وبالتالي هذه قوى إقليمية متصارعة عبر وكلاليين وعبر أيدي عابثة من الجهلة والمتشددين تريد أن تنفذ هذا. وأيضا هناك قوى ما يسمى بميليشيات الاعتمادات الآن وخسر الرهان بعد أن أطردت خصومها في ماي وفي بين مارس وماي 2017، وجدت نفسها في نفس المربع بما يعني أنها مستهدفة وأنها قاصرة وأنها لا تستطيع أن تنفذ أجندات مملة عليها. نعم طيب ابقى مع السيد علي. سيد عادل، الآن المؤسسة مقرها في وسط العاصمة، وكما ذكرت أنت محاطة بأماكن يعني حيوية، رئاسة الوزراء من المجلس الرئاسي. الآن كيف يتم استهداف هذه المؤسسة بهذه السهولة؟ هل هناك خلل أمني معين أم الأمر أمر دبر إليه كما يقال؟ بالتأكيد هذا يشير إلى أن هنالك خلل أمني كبير وليس صغير. يعني أنا يعني المنطقة يعني لو حسبت كم شارع هنلاقيهم يعني بالدخول والخروج لا يتعدى حوالي 4 شوارع 5 شوارع. صحيح. يعني بمعنى مش هنقول 50 عنصر أمن، ب30 عنصر أمن نستطيع أن نؤمن المنطقة هذه، بجانب طبعا الكاميرات. يعني أنا أتحدث عن يعني مباني مصادرة بعضها، يعني قيس بعضها، مؤسسة ليبية للنفط، الوطنية للنفط، الأمن الداخلي، المجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، ما فيش فرق بينهم أمتار، بضعة أمتار. يعني هذه لو بثلاثين عنصر أمن 30 فقط تستطيع أنك تضرب طوق أمني، بجانب بالإضافة إلى الكاميرات تستطيع أنك تحدد يعني أي خلل قبل حتى ما يحدث. بعدين شوف انت الهجوم تم ساعات الاولى الصباح، يعني وقت ما كانش فيه اي حركه، والدخول السهل. وطبعا من خلال يعني ما طلعنا على الصور احد العناصر يعني ماسك الكلاشنكوف مش بطريق انه تلقى تدريبات، يعني يعني كانه مازال مستحدث على مسك السلاح. يعني حتى يعني هذه العناصر اللي دخلت، الثلاث عناصر، هنالك شبهه كبيرة جدا حول هذه العناصر. فلذلك نحن نتمنى أن يتم الاستعانة، أو لا نتمنى، نريد أن يتم الاستعانة بخبراء دوليين للتحقيق في هذه الواقعة حتى نستطيع أن نخرج من قام بهذه العملية، من أرسل هذه العناصر، ما جنسية هذه العناصر، لمن ينتمون. طبعا لأن أنا عندي هنا عدة أطراف، نعم عندي تنظيم الدولة أو داعش لديها استراتيجية باقية وتتمدد، بمعنى أن حتى مراكز الدراسات الاستراتيجية شبهت باقية وتتمدد لهذه الاستراتيجية بسمكة الرمال. سمكة الرمال اللي هي حيوان هو في الصحراء يختبئ ثم يخرج من جديد. ففعلا لديهم الاستراتيجية هذه أن هم يدخل في حالة سكون وركود ثم يقومون بعمليات، هذه من أساليب تنظيم الدولة. ولكن أيضا لدي طرف آخر يدعم تنظيم الدولة وهو قائد عملية الكرامة، سمح لهم بالمرور من مسافة 800 كيلومتر من درنا إلى سرت، ومن بنغازي إلى المناطق المحاذية بني وليد، وهنالك حاضنة حتى اجتماعية لهذه العناصر. أيضا الخلايا النائمة داخل طرابلس وداخل بعض المدن. نهيك على الكارثة عندما خرج أحد الشخصيات التي كانت تدعم عملية الكرامة وربما هي انشقت في الفترة الأخيرة، وخرج على الإعلام وتحدث عن معلومات أنه تم رصد مكالمة ما بين عناصر من داخل طرابلس وخارج طرابلس، وكانت في قوة بتتحرك من المدينة، قوة من الثوار بتتحرك من المدينة، وإنه بيقتحموا طرابلس على سبيل يوصلوا للمجموعة هذه، يعني حددوا حتى أماكن الاتصالات. باهيل طالما في معلومات بالشكل هذا، وين أجهزة الاستخبارات؟ وين أجهزة التتبع؟ وين أجهزة التنصت؟ وين يعني وين الأجهزة الأمنية اللي هي تتقاضى في 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 ميزانيات ورواتب عالية، يعني حتى يعني فاقوا رواتب الجيش وإمكانيات وميزانيات أفضل من إمكانيات الجيش اللي أصبح وضعه ما يعلم به إلا الله. خلاصة الأمر
في خلل كبير من المجلس الرئاسي. نحن عندما تحدثنا عن ان هذا الاتفاق او هذه الاجسام التي انبثقت على الاتفاق السياسي تخدم اجندات معينه او مصالح مجموعات معينه فلم نكن يعني نتجني، ومع ذلك حاولنا ان نتعامل ونتفاعل معها من اجل مصلحه بلد، لان يعني على المحك يا نكون دولة أو لا دولة. طيب ابقى مع دكتور عادل، أستاذنك أستاذ بخير طبيب وأستاذنكم على فاضل في الخروج إلى فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. بعض الثوار رصدوا أو قالوا لنا بأنهم رصدوا هروب بعض عناصر ميار تنظيم الدولة، كذلك رصدت كاميرتنا من داخل القاعات بعض الجثث لعناصر التنظيم. وها هو تنظيم الإجرام المسمى بتنظيم الدولة يلتحق بركب الظالمين المهزومين. اجتمع في تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش غلو الفكر والتطرف في الأحكام. انطلقنا إلى الخطوط الأمامية للجبهة وكانت الاشتباكات على أشدها. نحن الآن في المحور الجنوبي من مدينة سرت. ملامح انهيار التنظيم باتت تتضح. تنظيم الدولة الحقيقي لم يسلط عليه الضوء، لم يتكلم عليه، لم نعرف قياداته، وبينما كان المقابل تشويه للثوار. تنظيم الدولة الإسلامية، لماذا يخرج هذا التنظيم في دول الربيع العربي دون غيرها؟ بعدما قدم الثوار شهداء أفضوا إلى ربهم دافعين عن الوطن والعرض بشجاعة وإقدام ضد التنظيم الإرهابي داعش. مرحبا بكم أيها الأفاضل. دكتور عبد القادر، الكثير الآن من الأصوات والتحليلات تقول بأن العمل الذي فعل بالأمس هو عمل استخباراتي لزيادة الفوضى داخل العاصمة، ما رأيك وما تعليقك؟ طبعا أنا موافق على هذا الرأي 100%. العناصر اللي خشت اللي لفتت هذا العمل الإرهابي تقريبا قالوا بين 3 إلى 6 شخص واحد يقدر يمنحهم يعني من الدخول. انا ما نقولش اختراق، انا نقول في تسهيل تم لهم لغرض نسف الهدنه. لما نجي نشوف هؤلاء الاشخاص يعني انت شخص عادي باش تخش مؤسسه الوطنيه النفط لابس بدله وني ما يخلوكش تخش، شخص لابس توته وصباط وشكله يعني مش ليبي يعني شكله افريقي، كيف يسمحوا له بالدخول بكل هذه السهوله يعني؟ فواضح يعني العمليه يعني الصور يطلع يعني العمليه ركيكه جدا ومريبه يعني، وواضح الهدف منها يعني افشال ونس مشروع ايقاف اطلاق النار. انا اتمنى يعني يكون في تحقيقات يعني على الاقل دوليه في هذه الامور، ومع العلم ان يعني لن يكون هناك اي تحقيقات يعني شفناها من قبل في عمليه تفجير المفوضيه العليا، وشفناها في تفجيرات حاله في المنطقه الشرقيه، لا يوجد لاي تحقيق. فالسبب الرئيسي يعني احنا نقوله يعني افشال العمليه السياسيه وافشال الهدنه. طبعا الهدف القوات اللي هاجمت على طرابلس، وهو هذا كنا الناس نحاول نوضحوه من فتره، ان ايجاد توازن على الاقل القوى داخل طرابلس يعني لا تستفرد جهه معينه. فاذا تم تطبيق مطالب القوات المهاجمه على طرابلس، فيعني ان شاء الله الظروف حتتحسن كثير ويكون في امل ان تستمر العمليه السياسيه ولا نضطر للحرب ولا للدماء ولا للتهجير فلهذا ان هناك اشخاص يعني لا يريدون ليبيا التقدم والخروج من ازمتها، يحاولون افشال اي عمليه سياسيه واي عمليه يعني
سلمية تحاول يعني إخراج البلد من هذه الأزمة. نعم. طيب قام معي دكتور عبد القادر، أعود إليك أستاذ علي اللافي. أستاذ علي، الهجوم على المفوضية من قبل والآن الهجوم على المؤسسة الوطنية النفط وداعش دائما هي المتهمة، يعني مع يعني هل داعش يعني أصبحت تتجول وتتحرك في داخل العاصمة بهذه السهولة، وهل فعلا يمكن لداعش أن تقوم بفعل مثل هذا في وسط هذه الإجراءات على الأقل الأمنية؟ للحديث عن ماهية وكنه تنظيم الدولة يجب البحث عن من يستطيع أن يستعمله ويوفر له خدمات لوجستية وخطوط استراتيجية لوجستية للمرور إلى المؤسسات السيادية. ماذا هي العامل المشترك بين المؤسسة الوطنية النفط وهيئة الانتخابات؟ هي المؤسسات السيادية القادرة على أن تدفع بليبيا نحو الاستقرار وإيجاد دولة حقيقية ذات أجهزة أمنية فاعلة تتحرك وتتحكم في البلد وتديره، يعني وجود دولة فعلي. هذه القوى هي القوى التي تريد أن تفرض واقعيا أجنداتها سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى دولي. إنهم خصوب ليبيا الحقيقيين الذين يريدون أن لا تكون ليبيا لا دبي اثنين، ولا تريد يكون ليبيا أن تكون سنغافورة الغرب المغرب العربي. هذه القوى هي التي تسمح بمساحات استراتيجية ولوجستية لداعش، وهي من تمول داعش، وهي من تحتضن داعش. ولعلمك داعش لم يترأس يوما كتنظيم في فرع في ليبيا أي ليبي. الليبيين لا يتجاوزوا عددهم 700 في تنظيم داعش. إذا من يحرك داعش؟ تحركها أذرع إقليمية لقوى دولية تريد أن تسيطر على ليبيا وعلى ثرواتها، وأن تبقى ليبيا مجرد دولة غير مستقرة حتى يمكن المرور للعمق الإفريقي بسهولة، والتصدي للمشروع الصيني أو التصدي بالنفوذ للقوى الطامعة على في إفريقيا على غرار الأطراف والإيرانيين والصينيين والروس وغيرهم. وبالتالي ما يحدث هو أن داعش هو مجرد أداة تمثيلية ومجرد حمقى ينفذون ما يؤمرون به بعد أن أعدوا في مخابر إقليمية وفي بعض أبوار التوتر. هذه هو داعش، والعملية الأخيرة ما هي إلا التفصيل في إرباك المشهد واحتواء المواقع قبل ترتيبات المؤتمر الدولي في روما في مناطق 22 نوفمبر القادم. نعم. طيب أستاذ علي اللافي المحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعود إليك أستاذ عقيد عادل، هناك أيضا من يقول أن الاستهداف كان مسير باتجاه ملفات معينة خاصة ببعض قضايا الفساد، هل يمكن أن يكون هجوم هذا لحرق مجموعة أوراق؟ معلش أعذرني، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. لماذا؟ طبعا العقود مؤسسة ليبيا للنفط هذه عقود دولية، عقود لها داتا معينة، لها نظام معلوماتي معين، يعني ليست مجرد معاملات تحت أفراد وأشخاص وقرار هنا وقرار غادي ويعني وطلب ومذكر والكلام اللي هو العادي بتعامل. بالعكس هذه معاملات موظفين وغير، يعني لا أعتقد أن يعني حتى يعني من يرأس المؤسسة ليبيا للنفط أو المدراء يعني بهذا المستوى من أو هذا هذه السطحية من التفكير يعني. تمام صحيح. لذلك هذا أمر مستبعد، لكن هي عملية خلط أوراق، ضرب منشأة حيوية وهدف هام جدا، رسالة من تنظيم الدولة أنه يستطيع أن يصل إلى عمق العاصمة، يوجه ضربة مؤلمة يتسبب في ضحايا. وللعلم لو تراجعوا الداتا، أنا من بداية انطلاق عملية البنيان المرصوص عفوا أشرت إلى مثل هذه العمليات، وربما أنا أرى هذا المستوى الثاني من عمليات تنظيم الدولة، المستوى الثالث وهو الأخطر. ولذلك لابد من حقيقة تفعيل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للتركيز على تحركات عناصر تنظيم الدولة والمجموعات الإرهابية، لأن لازال هنالك جيوب، هنالك خلايا نائمة، هنالك دعم لوجستي، هنالك حاضنة اجتماعية موجودة، هنالك أطراف لا تريد لليبيا الاستقرار، سواء قلنا النظام السابق، عناصر من النظام السابق وخاصة
في داخل بعض الأجهزة الأمنية والذين يرون في قيام ثورة 17 فبراير وطاحت بمعبودهم السابق ان كانت يعني كان بصراحه يعني معطيهم صلاحيات واجدة واستعباد وقهر للناس ولذلك هم مش مصلحتهم ليبيا تستقر وهذا مش افتراء عن الناس هذا تحدث عن معلومات ان التعاون في تعاون مبايعات تمت من أجهزة عناصر في أجهزة أمنية بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية يعني معلومات مؤكدة يعني لا نقاش فيها لذلك لابد من تتبع هذه العناصر من بايع ما امتداد وما هي العلاقات ما هو الدعم اللوجستي كيف الوصول لهذه المجموعات من خلال الشرفاء الموجودين والوطنيين الذين يريدون ليبيا الاستقرار ولديهم الخبرة الأمنية والحس الأمني أيضا بجانب العناصر التي أدمجت في هذه الأجهزة أيضا لابد أن يتم تدريبها والرقي بمستواها المهني حتى يستطيع الوصول إلى المعلومة لأن نعتبر جهاز الاستخبارات هو حائط الصد للمدن ضد هذه المجموعات الإرهابية بجانب طبعا قوة مكافحة الإرهاب قوة بنيان مرصوص هذه القوة الواضحة بصراحة أنا أرى هذه قوة واضحة أمامي معلوم اتجاهها توجهها هذه القوة هي أقولها بمنتهى الثقة هذه القوة هي التي تمثل نبض الجيش الليبي هذه القوة هي التي نستطيع أن نثق فيها ثقة عمياء ليس لديها أي توجهات لا يسار ولا يمين ولا نتوقع بعد أن تبسط سيطرتها أن يخرج منها مجموعات تقول لك أنا نبي قذافي أنا نبي حفتر أنا نبي حسين أنا نبي مش عارف من لا 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 هذه قوة واضحة الملامح مبادئها واضحة لها ثوابت فلذلك نرى أن هذه القوة هي خاصة قوة مكافحة الإرهاب تستطيع أن تحقق الأمن وأيضا متابعة هذه العناصر بنيان مرصوص لديها القدرة والإمكانيات أن هي أيضا تبسط الأمن وتحفظ الأمن سواء على صعيد العاصمة أو المدن الأخرى لأن هذه القوة أيضا خليط من مدن ليبيا يعني هي ليست مختصة بمدينة معينة أو عناصرها ينتمون فقط لمدينة معينة هي من كل ليبيا فلذلك لابد أن يتم البناء على هذه القوة, على هذه القوة. طيب. لأن هذه القوة التي نستطيع أن نثق فيها بمنتهى طيب. القمع عقيد عادي ينضم إلي السيد مصطفى المهرك الناشط السياسي السيد مصطفى بعد ترحيبك يعني مؤسسات فاعلة يعني مثل المؤسسة الوطنية للنفط والمفوضية العام العليا للانتخابات التي بإمكانها الدفع بالبلاد للأمام لماذا يتم استهداف مثل هاتين المؤسستين ومن المستفيد من استهداف هاتين المؤسستين بداية أخي الكريم يجب أن نوضح نقطة مهمة جدا وهي أن تنظيم الدولة الإرهابي لا يكون له وجود إلا عندما تتوفر البيئة المناسبة تنظيم الدولة الإرهابي كان في ليبيا عبارة عن أعضاء أو شخصيات ولكنه لم يستطع إنشاء تنظيم حقيقي إلا بعد توفر البيئة المناسبة وكانت هذه البيئة جراء حدوث انقلاب حفتر المشؤوم هذه النقطة الرئيسية التي يجب أن ننطلق منها نعم. أن تنظيم الدولة مرتبط ارتباط شديد بحل المشكل الليبي وحل المشكل الليبي مرتبط بانتهاء شيء اسمه الانقلاب المشؤوم الذي حدث في الشرق الليبي نعم. هذه بداية الشيء الآخر أخي الكريم وجود تنظيم الدولة الإرهابي كعناصر فارة هنا وهناك وخلايا نائمة هنا وهناك تستطيع كثير من الأدرة الاستخباراتية باستخدامها ولو بطريقة غير مباشرة هناك من يعتقد من الناس عندما نقول أن الأزلام أو أن الكرامة أو أن استخبارات أجنبية لها أهداف يعني لتوتر المنطقة الغربية من أجل أظهار أن المنطقة الشرقية أمن وأمان يعتقدون أن التنظيم الإرهابي داعش يعمل مباشرة مع هذه الجهات ليس هذا هو المطلوب يعني لكي يحدث هذا الإرهاب بل غضاء هذه التنظيمات أو هذه العناصر المتطرفة يستطيع أي جهة تريد قلقلة وتريد خلق أزمة بأن تفتح الباب أمام هذه العناصر لتقوم بعمل ما يأتي بفائدة ومعروف من هو المستفيد من استهداف المؤسسة كما حدث في استهداف المفوضية العليا للانتخابات المستفيد الأول هو مشروع الكرامة
الإرهابي حتى ولو لم يكن هو ذا ارتباط مباشر بهذا التنظيم، مع أنه كثير من القراءات السابقة خاصة عند إخراج تنظيم الدولة من درنة ووصوله إلى سرت وخروجه من بنغازي ووصوله إلى الجنوب، كل هذا تم أمام مرأة ومسمع الكرامة، ولكن لنضع فرضية بأنه ليس ذو ارتباط مباشر، ولكن هناك أطراف تعمل لصالح الكرامة استطاعت وتستطيع توفير أبواب لهذه العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات تدر بمصالح لمشروع الكرامة الإرهابي. هذا أخي الكريم يعني المستفيد الأكثر، ولكن أيضا لنكن واضحين أن هناك من يريد أن يقول أن طرابلس عندما تعرضت لهذه الضغوطات حدثت هذه الاختراقات، هناك من يريد كذلك تسويق هذا الأمر، هناك جهة ما تدعي وأقولها ولا أقول جهة ما هي قوة الرادع التي دائما ما تتبجح بأن تقاوم داعش بأن تقول بأن هذا الانفلات الأمني سببه ما تتعرض إليه العاصمة من ضغط، ونحن إن لم يتم يعني إنهاء هذا المشكل سوف يكون مصير طرابلس هكذا. طيب. إذن هناك يعني عدة اتجاهات في يعني في هذا الحدث او في هذه العمليه. سيد مصطفى ابقى معي، هو سؤال يتردد في الشارع الان، سيد مصطفى اين الحكومه المقترحه من الوضع الامني المتردي، الوضع الامني المتردي في العاصمه، يعني يعني بغض النظر عن هذا التفجير او قبله، قبل هذا التفجير وفي اثناء التفجير، اين هي الحكومه واين هي وزاره الداخليه بادرعها الكثيره الان؟ أنا لا أظن أخي الكريم أن الحكومة التي باركت قتل الأطفال والنساء بأن المواطن يعنيها أو أنها هي تريد محاربة الإرهاب، لا أظن ذلك. أعتقد أن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي مرارا وتكرارا رأيناهم في مشاهد للأسف الشديد هم يباركون الإرهاب والإجرام، فمن المستحيل أن ننتظر من هذه الأجسام بأن يكون لها دور حقيقي. والدليل أخي الكريم هناك تقصير مقصود لدعم البنيان المرصوص عندما أوشكت المعارك على الانتهاء في مدينة سرت، وكانوا لا يريدون دعمهم أكثر حتى لا يمتدوا خارج سرت حتى لا يتم التصادم بمشروع الكرامة الإرهابي، كان خوفا على مشاعر حفتر. لا هذه القوة التي كان من المفترض أن تكون هي نواة الجيش الليبي الحقيقي، لم يباركوها ليجعلوها جيش حقيقي ينتشر أو يبدأ بالتمدد حتى ينهي سيطرته على كامل ليبيا. إذن يعني كل الصوابق يعني الماضية للأسف لهذا المجلس تدينه إدانة شديدة، وللأسف الشديد يجب على الناس أن لا ينتظروا الخير من هؤلاء من أثبت أنهم فاسدون وأنهم لا يهموا مطر ولا يهموا مواطن. أشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى المهرك الناشط السياسي، كنت معي عبر الهاتف. دكتور عبد القادر، بعد تفجير المفوضية العليا للانتخابات تعالت أصوات بنقل المفوضية إلى حيث سيطرت قوات الكرامة، والآن بعيد التفجير الذي حدث في المؤسسة الوطنية للنفط تعالت الأصوات أيضا ومعلوم أصحابها بنقل المؤسسة الوطنية إلى حيث سيطرت العاصمة، حيث سيطرت قوات الكرامة، هل تعتقد بأن هذا يعني شيء مخدوم كما يقال؟ طبعا يعني باش نقولوا ان في علاقه بين هذه التفجيرات وما يخطط حفتر فهذا يعني شيء ثبت مرارا وتكرارا بالدليل، لكن الهدف هل نقل المؤسسه الان؟ انا يعني اكاد ازعم ان الهدف هو فشل الهدنه اللي تسار الان. انا نوافق الاخوه اللي ذكروا الموضوع الدعم اللوجستي لهؤلاء الارهابيين، يعني هؤلاء الارهابيين يبوا مأوى ويبوا اكل ويبوا سكن ويبوا سلاح ويبوا من دعم، يعني من يبوا نقل مواصلات، من سهل لهم هذه؟ هذا سؤال لازم نفكر فيه. في 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 في, في حرب ثوار درنة وداعش عدة أدلة كثيرة يعني خرجت علينا ان حفتر حارب حتى مع داعش ضد ثوار درنة، يعني وفر لهم بعض الامور من التسليح وبعض وطبعا وما عمليه اخراجهم وتسهيل هروبهم ببعيد عن اي حد.
وفي الفيديو المشهور اللي خرج طبعا اخرجه قعيم فرجي قعيم بسبب خصامه مع حفتر، وقعيم نفسه يعني قال عندنا ادله كثيره يعني فيديوهات يعني طبعا عارفين شو صار في قعيم وتكتيم صوته. فيديو يوضح يعني كيف حفتر سهل الدعم اللوجستي للداعش وكيف خششهم في بنغازي وكيف وفر لهم المرور من نقاط نتاع الجيش اللي يسمي فيه هو جيش، نقاط اللي مسيطر عليها هو بالسيارات الجيش نفسه مكتوب عليه الجيش، وكيف سهل هروبهم من بنغازي وكيف وصلهم. فهذه امور كلها يعني لم تعد يعني تخفى على احد، هذه العمليات تستحق دعم لوجستي. من يوفر لهم هذا الدعم؟ هذا سؤال كبير جدا جدا. نعم. نحن نعلم الشعب الليبي بجميع طوائفه يكرهون حاجه اسمها داعش. نعم. يعني جنب خصامنا نحن مع كرامه خصام مع الازلام كلنا نتفق يعني عامه ان نكره داعش. فمن اين تحصلت داعش على هذه الدعم الجسدي؟ سؤال هذا لازم يجاوب عليه الشعب الليبي. يعني النقطه المهمه جدا جدا الان في الهدنه اللي حصلت في طرابلس، وانا نقول لك يعني بغض النظر عن الميليشيات الدعم المال اللي هي حتفسد اللي حتفسد الهدنه، اللي هي خروج المداخل من المطار وتسليم المطار والسجن، هذه لن تحدث ابدا. اذا حدثت معناها ضربه كبيره حتكون للمؤامره المضاده اللي هي بقياده حفتر والامارات ومصر اللي هي وتعتبر ذراعها الموجوده الان في طرابلس. طيب. وهذا لازم يتم لازم يعني المهاجمين الان على طرابلس، وتمنى تمنى الا تحدث ان يكون هذا احد البنود الاساسيه يعني. لا يوفق ان لابد من تسليم المطار والسجن ومعرفة ماذا يجري داخل السجن وداخل المطار. نعم. طيب دكتور عبد القادر القنين المحلل السياسي، اشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك. أختم معك دكتور سيد عادل، برأيك ما المخرج من هذه الفوضى الأمنية في دقيقتين؟ لابد حقيقة بعد التطورات الأخيرة أتصور ستتغير الخارطة السياسية، يترتب عليه تغيير في الخارطة العسكرية والأمنية. هذا هو المتوقع رغم المحاولات المستميتة من قبل المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان الفاشل والذي سبب نكسة وانهيار ليبيا، لمحاولة تفصيل المشهد القادم على بعض الشخصيات وعلى أنهم هم يسيطرون، ولكن الأحداث والتطورات الأخيرة تشير بمنتهى الوضوح أن هنالك تغيير في الخارطة السياسية. حتى غسان سلامة أشار بمنتهى الوضوح أنه سيتجاوز هذه الأجسام وهذا الأمر في حلقة غسان سلامة. نعم. وربما سيكون هذا من خلال ما سيحدث في روما أو من خلال الأطروحات التي قدمت إلى بعثة الأمم المتحدة بخصوص أما أن يكون هنالك يعني مجموعة من القضاء على مستوى ليبيا يتقلدون المشهد ويتم دفع بحكومة مصغرة أو تكوين اختيار اثنين من مجالس البلديات أو المنتخبين على سبيل أن لا يكون هناك صرف ميزانيات أو مرتبات أو مزايا، يكون عملي وطني بحت وصلاحيات محدودة من أجل صلاحيات محدودة، وهو الاستفتاء على الدستور ثم الذهاب إلى انتخابات، وهنالك من يكسب ويقدم إلى ليبيا بعد أن يرى ما قدمه الأسوأ منه في السابق. هذه نقطة. النقطة الأخرى أدعو الجميع إلى إعلام مصلحة البلاد والوطن، لأن البلاد نحن الآن أمام مفترق طرق، أما دولة أما لا دولة. فلذلك على الجميع أن يراجع ما يريد. جميعنا نريد وطن، نريد مؤسسات، نريد سلطة مدنية، نريد تكوين جيش وشرطة. نعم هنالك أجسام سياسية تسبب في كارثة الجيش مما جعلته شعار فضفاض لكل واحد، وهنالك فعلا من له حرقة على المؤسسة العسكرية. نعم. والأمنية. نعم. أن تعمل، وكذلك عودة الشرطة بقوة والشرطة المهنية، ولكن لابد أن يكون هنالك أيضا خطة لاحتواء العناصر التي اندمجت وعناصر الثوار الذين يريدون العمل، لأن هؤلاء حقيقة أخلص النوايا ولله. نعم. ولهذا الوطن لابد أن نستعين بهم، لأن الوطنية التي لديهم ربما لا يمتلكها الكثير. أشكرك شكرا جزيلا عقيد عادل الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي، كما أشكركم أيها الفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا عقيد. Thank you.